معي عبر الهاتف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا سيد نجيب بيطان، مرحبا بك إن كنت تسمعني. أهلا وسهلا أستاذ نصر. طيب، سمعت لما ذكرته الآن، هل تعتقد أو ما هي العقوبات التي يمكن أن تترتب عن هكذا، سميه ما شئت؟ هي هذه الوقائع تحتمل عدة أوصاف جزائية أو جنائية، منها التهمة التي ذكرتها اختراق جريمة وهمية، وكذلك فيه جنحة أخرى منصوص عليها بإحكام المادة 331 من قانون العقوبات، وهي تعريض صحة أطفال قصر للخطر. هذه أيضا جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات. الملاحظ أخي ناصر انه اسمح لي، يعني اكرمكم الله، الوحوش والحيوانات ما يقوموش به تصرفات. نحن الان امام جيل ثالث من جنس المخلوقات، كاين البشر والحيوانات وهذا جنس ثالث ما نعرفوا راح نوصفوه. البشر ما يعملوش هذا، خاصه الاب والام يتصرفوا هذا التصرف في فلذه الكبد بالتحم. الحيوانات طيب تشوف سيد التمساح بيطام، لما نعم سيد بيطام، بما أنك تتحدث عن جنس جديد أو جيل كما وصفته، هل تتماشى المنظومة القانونية الموجودة حاليا مع ما يقع في المجتمع الجزائري؟ نعم اخي ناصر، انا قلت في عده مناسبات الاشكاليه ماشي اشكاليه قوانين، القوانين تاع الجمهوريه اللي موجوده في قانون العقوبات كفيله بعقاب المتسببين في هذه الافعال. انا قلت اخي ناصر، علينا الان لا نركز على العقوبات، نركز على اسباب هذه الجرائم. لماذا انتقلنا في الجزائر الى هذا النوع من الجرائم؟ هذا مش موجود في مجتمعات واحدة اخرى. بدأت هذه الظاهرة تستفحل في الجزائر، الآباء يرتكبون جرائم في حق فروعهم في حق أبنائهم. علينا أن نبحث ما هي الأسباب. شفنا في قضية قسنطينة أسباب نفسية، هذه ربما السيدة هذه مرفوع عليها القلم، ولكن في حالة كما هذه نتاع اليوم تاع الطفل تبسها أسباب اجتماعية. علينا أن نعالج هذه الظاهرة، ما سبب هذه إقدام الأولياء على ارتكاب هذا الفعل في حق فلذت كبدهم طيف القصر؟ هل هو سبب الرغبة في الحصول للإدعاء بأنه اختطف وكذا لإحداث مثلا سمعة كذا، أم هو بغرض بنية الشعوذة التي كثيرا ما تتسبب في هذه الأفعال؟ علينا أن نكافح الأسباب التي تؤدي إلى هذه الجرائم. نعم، علينا أن نبلغ المواطن الآن في إطار سياسة الدولة نتاع القانون اللي دارته الدولة الأخير تاع الإشعار المسبق، علينا أن نبلغ المواطن، عليه أن يتحلى بالحس المدني ويبلغ بكل حالات هذه تاع دور الشعوذة والناس اللي مارسوا الشعوذة، هما اللي وجهوا الآباء اللي جاهلين الأميين لارتكاب مثل هذه الأفعال في حق أبناء فلذات أكبادهم. شكرا، شكرا جزيلا لك السيد نجيب بيطام، كنت معي عبر الهاتف.